نظم الملتقى العسكري للقوات المسلحة والأمن وقفة احتجاجية وقافلة الشهيد القائد، وهي قافلة غذائية متنوعة دعما للجيش واللجان الشعبية، مؤكدين في وقفتهم الاحتجاجية على أن أبناء القوات المسلحة سيقدمون أنفسهم وأموالهم وأبنائهم فداء في سبيل الله تعالى للحفاظ على سيادة هذا الوطن وعزته وكرامته. على مدى أكثر من عام من القتل والتدمير الذي تشنه مملكة السوء، وما زال عطاء اليمنيين مستمر وصمودهم يتجدد يوما تلو آخر. قافلة الشهيد القائد، وهي قافلة غذائية متنوعة قدمها الملتقى العسكري للقوات المسلحة والأمن دعما ومساندة للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات القتال. هو المفترض على أبناء القوات المسلحة والأمن، فهم في مقدمة الصفوف، في مقدمة من يضحون بأنفسهم، في مقدمة من يبذلون، في مقدمة من يساهمون. وهذه القافلة هي باكورة لقوافل إن شاء الله قادمة، وندشن بها قافلة السيد الشهيد القائد للملتقى العام المكتسب للقوات المسلحة والأمن. نقول لأبنائنا وإخواننا الذين في الجبهات أنكم قد قدمتم الغالي والنفيس، وقد قدمتم أغلى ما يملك الإنسان وهي النفس، وما نقدمه هذا لا يساوي شيء، ولكن حتى يعلم العدو أننا خلفكم وأننا معكم، وأننا سواء في مقدمة الصفوف كعسكريين وفي المؤخرة كدعم يعني لرفد الجبهات بالمال والعتاد وكل ما يتطلبه الميدان من إمكانيات. أبناء القوات المسلحة المشاركون في تقديم هذه القافلة الغذائية أكدوا جاهزيتهم التامة لمواجهة العدو وطرد المحتل ورفض الجبهات بالمال والرجال. احنا نرسل الرسالة هذا إلى العالم كامل بأن لن نكتفي بإداء يعني الدماء، بل إن احنا سنمد الجبهات بمالنا، من مال، من أبناء، من أخوان، من كل شيء. نرفد الجبهات بأنفسنا، بدماءنا، بأموالنا، بكل شيء. هذه رسالة لكل من يتخاذل عن إمداد الجيش واللجان الشعبية في جبهات القدار عن أي دعم. فضروري من الدعم الكامل، لأنهم بيذودوا عن وطن، يذود عن شرف. قدمنا هذه القافلة من الرمزية من أجل أخواننا المناضلين في جبهات القتال من أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، ونحن مستعدين لتقديم المزيد والمزيد، ونحن بعدهم في الجبهات، ومستعدين نرفدهم بالرجال من منتسبي القوات المسلحة والأمن، ولا نتأخر عنهم أبدا. فنحن بنواجه عدوانا غاشما على مستوى العالم. الملتقى وخلال تقديمه قافلة الشهيد القائد ووقفته الاحتجاجية المساندة أكد بأن هذه القافلة ستتبعها قوافل كثيرة للتأكيد على وحدية الصف والكلمة والمصير في مواجهة العدوان الكوني الجبان. بهذه المشاهد يتجسد العطاء والعزة والصمود بكل تفاصيله، وينتصر الوطن برجاله الأوفياء، وعلى الباغي تدور الدوائر. من العاصمة صنعاء، محي الدين الأصبحي، الفضائية اليمنية.